إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من ميناء بني نصر. يعني في هذه اللحظات وصول أول باخرة، أول رحلة بحرية قادمة من ميناء برشلونة الإسبانية إلى ميناء بني نصر. الرحلة طبعا الباخرة أو الرحلة البحرية خاصة للسيارات متتبعينا. إذا هكذا هي الأجواء هنا بباب ميناء بني نصر. إذا بعد فتح الحدود أو طبعا هذه أول باخرة أو أول رحلة بحرية عبر السيارات طبعا قادمة، خاصة بالسيارات قادمة من ميناء برشلونة الإسبانية إلى ميناء بني نصر هنا بالناظور. إذا كنتسناو أفراد الجالية المغربية يخرجوا ونحاولوا ناخذوا بعض التصريحات من طرف أحد المواطنين الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، المقيمة بالديار الإسبانية. إذا هكذا هي الأجواء هنا من إذن هكذا هي الأجواء متتبعات متتبعي قناة شوف تي في هنا من ميناء بني نصر. طبعا هذه أول رحلة بحرية قادمة من ميناء برشلونة الإسبانية إلى ميناء بني نصر، أول رحلة بحرية خاصة للسيارات. طبعا هناك طبعا ننتظر خروج الجالية المغربية طبعا المقيمة بديار الإسبانية. إذا ننتظر وطن ونرى الجيش طبعا احنا مازالين كنتسناو. طبعا كاينه ترتيبات واجراءات امنيه هنا في الميناء ديال بني نصر. اذا لأن كيف ما كتلاحظوا معنا عناصر رجال الأمن، عناصر رجال الجمارك هنا محطة ميناء بني نصر. يعني وصول أول رحلة بحرية قادمة من برشلونة الإسبانية إلى ميناء بني نصر بعد فتح الحدود. البرية مع إسبانيا طبعا متتبعينا. لا 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 هما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الإسبانية طبعا في ميناء بني نصر. بداو كيخرجوا متتبعينا يعني على سلامتهم.
على سلامتهم. كيجيتو بخير لاباس؟ مزيان الحمد لله. تقول لنا على الفتح من جديد ديال الخط البحري ديال الناظور. الناظور كان حلو دابا من برشلونة حلو من ساعة ما كانوا عطيناونا الباطو. شنو نقص عليكم نتوما في المشاكل اللي كنتو كتلقاو زعما في التراجي من المغرب لأوروبا؟ كيما ديما داكشي كان فات مزيان الحمد لله. سؤال آخر، صمتوا البداية في رمضان وغتصوموا الآخر هنا، واش غتعيدوا معنا ولا تعيدوا معاهم؟ ان شاء الله. مرحبا بكم. مرحبا على سلامتكم. على سلامتكم. هذا طبعا من افراد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. وفي انتظار بقيه الجاليه باش نصطفوهم معنا في هذا الفيديو. وزين ماشي تقشوني تخزه ماش ديو سواني تخزه. هذه المنطقه الامنيه صافي قايد السماء مزيان بخير. تحية السي نبيل. إذا كيف ما كتبوا معنا الآن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في فهاد الأثناء وفهاد البث المباشر والعاجل هنا من أبن نصر المحطة البحرية. إذا فهاد اللحظات وصول أول رحلة بحرية قادمة من ميناء برشلونة إلى ميناء بن نصر بعد فتح الحدود أو الحدود البرية طبعا مع إسبانيا. إذن هكذا هي الأجواء. طبعا كاينه ترتيبات أمنية شي عدود يتفقد ديريكت سريج المراقبة ديال غات الله في ابن السماس ماشي يتفقد ديريكت. إذا تقريبا نجدو من البخيرية وبزوية خاصت وبلا تقريبا حوالي 40 سيارة إلى يس نراجع إن شاء الله تعالى في الفرق المراقبة ديال
السلام عليكم، على سلامتك. كيف كان الطريق؟ مزيان الحمد لله. مزيان الحمد لله. اجراءات مع السلطات المغربيه كي دازت مزيان. نعم مزيان الحمد لله. شو تقولنا على العوده ديال الخط هذا ديال اسبانيا المغرب؟ مزيان الحمد لله. يلا على سلامتك. شكرا شكرا. صافي حرام انا درسي انا درسيتي على سلامتكم على سلامتكم على سلامتكم. شحال كاين ديال السيارات عاد الناس والريحه كيف مرت اخويا؟ مزيان الحمد لله. كل شيء مر مزيان. شكرا. الريحه ديال اليوم جينا جوج كل 27 ساعه. 27 ساعه. 27 ساعه في البرشلونه. يعني كل شيء البرشلونه؟ من البرشلونه. كيفاش كان الاستقبال هنايا في الحمد لله مزيان، استقبلنا مزيان، حتى الكونترول ديال البوليت وهذا كل شيء مزيان الحمد لله. والحمد لله. قلت لهم لك الريحه معروفه. الله يشكرك. تسريمات مع عزام مش غير. اذا كيف ما جاء هذا مواطن من الجاليه المغربيه. المواطن المغربي من الجالية المغربية المقيم بالديار الإسبانية وبالضبط ببرشلونة. إذا طبعا سولنا على الإجراءات ديال واش طلبوا ليه طبعا جواز التلقيح أو لا بي سي إر. قال لك راه غير بي سي إر. الله يسلمكم. رمضان مبارك. الله يحفظكم. هاي ني صافي طبعا دي سيارة من إسبانيا طبعا. يا
ومارد حسب لا شو كيف شبيت تمدينا خاش تكسر خمس سنش كنت شبيت تمدينا وش كيف لا حاسب اللي فيني حاسب اللي لا ما يدخل بحاسب أنا اللي فيني شو حاسب عايز يهمنا السلام عليكم على سلامتكم على سلامتكم كيف كانت الرحله كيفاش كانت تهدبنا قبل ما نجي ولكن ملي وصلنا البلاد الحمد لله ياك منين جاي الشروط شنو نطلبوا لكم الشروط واش بي سي ار ولا جواز التلقيح صافي هادشي انت شنو درتي تلقيح لا درج بي سي ار بي سي ار وصافي صافي التلقيح ما كيطلبوهاش كيطلبوا غير التلقيح التلقيح ولا بي سي ار فوالاي لا شحال من ساعه 27 ساعه ولا 24 البي سي ار لا 78 التذكره غاليه كيفاش الثمن ديال التذكره التذكره على حساب دروك الا خديتها شويه لافانس كتكون رخيصه شويه ولكن المشكله دروك ربجونا مع داك غادي يفتحوا ما غاديش يفتحوا غادي يلغاو غادي يحيدوا جواز التلقيح ما غاديش على سلامتك على سلامتك شكرا شكرا باز هذا حبالك ذاك زيد ديبار راح يوصل من اي هنا على سلامتكم على سلامتكم كيفاش كانت الرحله الحمد لله تمام شكرا السلام عليكم على سلامتكم كلشي بخير قال لكم رمضان وعلى الامه الاسلاميه جميعها الله يحفظك كيف جات لك الرحله كيف جات تخي بيان كاع اول رحله واقيله ياك منين جاي انت خويا جاي من باريس خويا بالنسبه للشروط شنو نطلبوا لك الشروط باش تجي بي سي ار ولا تلقيح صافي انت درتي تلقيح ولا بي سي ار عندنا التلقيح وكان الناس اللي ما عندهمش التلقيح جابوا بي سي ار انت شحال درتي ديال لي فاكسين بروميير دوز دوزيام دوز درنا دو دوز وجوج دوز يعني شكرا بارك الله فيك دوزو حنا ديجا كانت فينا كورونا عندكم شهاده ديال كورونا جيتو مرتاحين الحمد لله لا مرتاحين تماما الوقت شحال 28 ساعه شحال هذه ما جيتش المغرب لا كنا هنايا فوقاش هنا في الدوز فيفري روحنا في الدوز مارس بالنسبه للاثمنه لا الاثمنه في المتناول مزيانين لا في المتناول واش غتعيدوا هنايا عيدوا هنا ان شاء الله ان شاء الله على سلامتكم مرحبا بكم مرحبا بكم في بلادكم لكن كما تشوفوا الاخوان مازال التوافد ديال جاريه المهمه علينا نسينا الاجواء من دون منهم استقبال اول رحله من برشلونه هنا الى النادور للرحلات البحريه أولاً مبارك الحال، أتصل بك إذا أحسن. إذا أريد أن أتصل بك معي،
لا